بعد استخدام التحديد السريع نختار تحديد السيارة حتى نعمل نسخة ثانية بجانب السيارة اللي احنا نريد نحددها ونشتغل بها ببرنامج الفوتوشوب لكي نضعها في صورة ثانية او خلفية الى صورة او تكون خلف صورة شخصية انت تحب ان تكون هاي السيارة من ضمن الصورة اللي انت تحب تكون موجودة بالصورة بجانب الصور الشخصية. حددنا الصورة، بعد ما حددنا صورة السيارة نختار اللون اللي احنا نريده مثلا او نحرك هاي. لاحظ كيف تحركت، ممكن انه نغير اللون، كنترول باك سبيس صار اللون احمر واضح، او كنترول زد نرجع الى الحالة الاولى، وممكن انه نيو نختار اوكي، وصار عندنا مكان انه ننقل الصورة اليه بحيث نسوي كوبي للسيارة او لجزء من السيارة، كنترول سي وننقله جزء من السيارة اللي احنا حبينا انه يكون هذا الجزء فقط للتعديل عليه. نلغي التحديد ونرجع الى الكويك سبيس مرة اخرى و ناخذ السيارة كنترول زد، نلغي العمل اللي نقلناه ونختار نيو، نروح نختار لنا صورة شخصية من الصور اللي موجودة عندنا مثلا هاي الصورة، نجيب على الفوتوشوب وخليها بهاي المكان، وثم نروح نجيب السيارة اللي احنا سوينا لها تحديد، ناخذ السيارة نضعها مع الصورة الشخصية اللي نقلناها الى الفوتوشوب لتنطي جمالية للصورة، كنترول سي ونروح الى نلاحظ نقلات السيارة كلها الى هذا، نصغر الصورة بالحجم اللي احنا نشوفه مناسب حتى نخليها بالصورة الشخصية. نلاحظ كيف انه انتقلت الصورة بدون الالوان اللي احنا كانت موجودة اصلا بالصورة الاصلية. نسوي apply، نلاحظ كيف انه تمت عملية نقل الصورة ودمجها في صورة اخرى. هذا كل اللي كان عندنا بالموضوع اليوم، ثم نعمل خزن للصورة على سطح المكتب ونختار اما يكون فوتوشوب او جي بي جي او بي ان جي حتى بالمرة القادمة نقدر انه نعدل على الصورة مرة اخرى بأي وقت من الأوقات نحب نعدل على الصورة. خزننا الصورة على سطح المكتب بشكل PNG وفعلنا
فتحناها، هاي كانت نتيجة العمل مالتنا. وشكرا.